تعالوا بقى شوفوا، عملتلكوا المسقعة الخطيرة اللي كنتوا طالبينها مني قبل كده حبايب قلبي جيجي. يلا قبل ما نروح على المقادير والطريقة، ما تنسوش احلى لايك لأحلى جيجي قبل ما نبدأ. يلا بينا نشوف مع بعض الحلقة النهاردة. ازيكم حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى حبايب قلبي هنعمل مع بعض اكله شعبي كده. هنعمل النهارده المسقعه، هنعملها بطريقه سهله جدا، تقومي تعمليها في 5 دقايق، وسر المحلات بره هنعرفها النهارده، وازاي تطلع معاكي بنفس التكنيك وبنفس الطعم. مش هنعملها اللي هي البيتي ام لحمه مفرومه، ان شاء الله بقى اعملها لكم تاني مره قريب، بس خلينا في اللي هي الشعبيه اللي بتتقدم في المطاعم بتاعت الفول والطعميه اللي هي بالخل والثوم. تعالوا نشوف النهارده معانا ايه. معايا بتنجان رومي، معايا فلفل رومي وفلفل حراق، ممكن رومي بس ممكن حراق بس، زي ما تحبي، ممكن الاتنين مع بعض كده. معايا بطاطس، هقطع البطاطس دي مكعبات. بس كنت عايزه اقول لكم على حاجه، عشان في ناس كتير جدا ما بتعرفش تشتري البتنجان، قلت يعني افيدكم بالمعلومه بتاعتي. اول حاجه لازم تشتري البتنجانيه تبقى بتلمع كده زي ما انت شايفه، مش دبلانه. تاني حاجه تبقى خفيفه وتبقى طويله، ما تبقاش تخينه كده يعني ومجعلصه كده اهو، وتبقى تقيلة، لا تبقى خفيفة وطويلة. بصي هتطلع معاكي ان شاء الله بإذن الله زي الفل اهو. هبتدي كده ان انا ايه اقطع كده اهو. طيب لو عايزة اجيب البتنجان واحفظه عندي يا جيجي ما يبص، اعمل ايه؟ هتجديه زي ما هو كده بالجزر بتاعه زي ما هو، وتلفيه في استرتش، ما ينفعش في اكيس، لازم استرتش. هيقعد معاكي 20 يوم زي الفل وبنفس اللمعة ومش هيحصل له اي حاجة. هبتدي بقى ان انا هقشر البتنجان بتاعي، بس مش هقشر القشر كله، هقشره بس كده اهو، اللي هو ايه، يبقى بتنجان كده زي ما بيقولوا مقلم كده، يعني في اللون الاسود مع اللون الابيض كده اهو. تمام، تعالوا بقى نفتح كده البتنجانيه اهي. بسم الله. بصي البتنجانيه يعتبر ما فيهاش بذور، يعني حاجات بسيطه جدا، وده كده طبيعي، انما لما تبقى كلها بذر مش تبقى حلوه اهو بالشكل ده. هبتدي بقى ان انا هقطع المسقعه بتاعتي، هقطعها ايه؟ هقطعها لمكعبات، بس مكعبات تخينه شويه كده اهو. تمام اهي كده اهو. هقطع بقى الكميه ونرجع مع بعض. بس عايزه اوريكي كمان الفلفل، بالنسبه للفلفل اهو اهو، هقطع برضو الفلفل بتاعك التقطيع بقى اللي انت تحبيها، يعني ممكن تقطعيه طويل كده اهو، ممكن تقطعيه مكعبات زي ما تحبي تقطعيه ايه قطعيه، بس انا بقولك ما تنفعش بحالها، يعني مش تقطعيها اتنين وتقولي تمام كده اهو. بالنسبة برضو للبطاطس، البطاطس هقشر ووريكي. بصي البطاطس اهي قشرتها كده بالشكل ده، هقطعها برضو مكعبات كده اهو. تعرفين بحب اوريكم ايه كل حاجه اهي، مقطع بتتقطع مكعبات تخينه زيها زي البتنجان، ما تقطعهاش مكعبات رقيقه كده اهو. تمام بالشكل ده. هقطع بقى البتنجان كله وهقطع البطاطس كلها، وبعد كده نرجع مع بعض نشوف بنحط على البتنجان ايه علشان ما يشربش معايا زيت. تعالوا كده بعد ما قطعت البتنجان بتاعي كده زي ما انتم شايفين، تعالوا بقى نشوف بحط عليه ايه. هحط عليه شويه ملح كده هو عشان ينزل الميه بتاعته كلها، وينزل لو في اي مراره في البتنجان تروح ويبقى زي الفل. هحط معلقه خل، ما تستغربوش معلقه الخل، مش هتخليه يشرب معاكي زيت ولا اي حاجه. وهحط حاجه بسيطه جدا جدا، يعني رشه بسيطه من السكر. تمام، هسيبهم بقى كده 10 دقايق لحد لما تنزل الميه اللي هي الغامقه بتاعته كلها، لو فيها اي مراره البتنجان او فيها اي حاجه. وبعد كده هبتدي ان انا اشطفه تحت الحنفيه، وبعد كده هنبتدي ان احنا نقليه. هنسيبه 10 دقايق وبعد كده نرجع مع بعض عشان نقلي على طول. تعالوا بقى هنبتدي نقلي مع بعض. انا بقلي في ايه؟ بقلي في حله كده صغيره قوي علشان الحاجه تطلع معايا مش شاربه زيت، ما بعملش في طاسه كبيره، عشان الطاسه الكبيره هتبقى عايزه زيت كتير، دي فيها حبتين صغيرين كده اهو، بس طبعا يجي ربعها كده، الحله دي صغيره. هبتدي ان انا هقلي اول حاجه البطاطس كده اهو زي ما انتم شايفين اهي. بصي انا كنت بس عايزه اوريكي الفكره، ان في اصغر حله عندك وبعد كده تغسليها وتشيليها، مش لازم الطاسه ومش لازم تاخد معاكي زيت كتير. هستنى بقى يعني تتحمر معايا، ولما اجي اطلعها اوريكم شكلها يبقى عامل ازاي بتاعت المسقعه. تعالوا بقى كده اهو هنطلع البطاطس بتاعتنا اهي، اتحمرت اهي بس مش متحمره قوي قوي. تمام، تحت المسقعه ما بتتحمرش قوي قوي، صفيها كده اهو واطلعها زي ما انتم شايفين كده اهو اهو. هحط الحبه التانيين
وبعدين تعالوا بقى دلوقتي عشان هوريكم ازاي هعمل الصلصة بتاعة المسقعة بتاعتنا ازاي. تعالوا بقى كده نشوف هنعمل اللي هي الصلصة بتاعتنا دي ازاي. معايا الثوم كده اهو زي ما انتم شايفين، بس بنهدي النار علشان الثوم بتاعك ما ياخدش ايه، ما ياخدش لون. معايا 4 5 فصوص ثوم كده اهو حلوين، عليهم معلقتين زيت كده اهو، يا دوبك بس الريحة بتاعتهم تطلع، مش يتحمروا ولا حاجة، علشان ايه، علشان ما تمررش معاكي وتبقى شديدة وحامية على الصدر. تمام اهو، ابتدي كده ان انا ايه افك كده الثوم بتاعي. بصي بقى وانا حاطه الثوم كده اهو، هبتدي ان انا اشوح الفلفل مع الثوم اهو، عشان كده بقول لكم ايه الصلصه دي مختلفه شويه اهو. بخلي الفلفل يتحمر مع التومه، او يعني ياخد كده تيست من التومه وطعم من التومه، ما بحمروش في الزيت يعني، لو انتوا ما بحمروش اولا هيغمق معاكي الزيت، تاني حاجه مش هيديكي التيست الحلو اللي انا عايزه ايه اوريه لكم ده اهو اهو. يدبل بس معايا كده شويه وبعد كده ايه ارجع اوريكم. تعالوا بقى كده اهو، رجعت لكم تاني، وبرده زي ما انتم شايفين التومه ما خدتش لون ولا اي حاجه، مش عايزاها تاخد لون عشان ما تمررش معايا. يا دوبك كده الفلفل دبل معايا شويه، هنزل بمعلقه الخل اهو، معلقه كده خل زي ما انتم شايفين، لان دي ايه مسقعه بالخل والثوم. مقطعنا بقى طماطم متقطعه كده اهو، هبتدي انزل بالطماطم بتاعتي اهو. بصي بتبقى طعمها حلو قوي مميزه بالطماطم وهي متقطعه. ومعايا شويه عصير طماطم برضو عصرهم في الخلاط، هحطهم برضو عليهم كده اهو بالشكل ده، هغطي بقى عليها واسيبها تتسبك كويس قوي. بس قبل ما تتسبك هحط بس عليها التوابل بتاعتها. تعالوا اقول لكم التوابل اللي انا بحطها على المسقعه بتاعتي بتكون ايه. تعالوا بقى كده اوريكم التوابل بتاعتي ايه. معايا حبه سكر، علشان طبعا السكر يعمل معادله مع الخل ومع الطماطم. معايا معلقه كمون، معايا معلقه كزبره، دي معالق صغيره مليانه، ومعايا حبه الملح الصغيرين بس، ما بحطش فلفل اسود، ما بحطش اي حاجه غير هي دي التوابل بتاعتي بس. هغطي عليها اسيبها تتسبك، وبعد كده طبعا هننقل في الصينيه بتاعتنا او في الحله بتاعتنا اللي احنا هنحط عليها البطاطس والبتنجان بعد لما يتحمروا. طبعا البطاطس خلاص هي قربت خلاص تتحمر، ودي هغطي عليها وبعد كده ارجع لكم عشان اوريكم برده التحمير بتاع البتنجان عامل ازاي. تعالوا بقى هنبتدي ننزل بالبتنجان بتاعنا بعد طبعا ما شطفته، خليكم فاكرين انه لازم يتشطف من الحاجات اللي احنا حطيناها عليه اهو. حطينا ايه، هقول تاني، حطينا شويه ملح ومعلقه واحده خل، وحطيت حبه صغيرين يعني ربع معلقه سكر، وسبناهم لمده ربع ساعه، وبعد كده شطفناهم كويس جدا. تمام، ادي البتنجان بتاعي هنزل بيه حبه حبه زي ما انتم شايفين كده اهو بالشكل ده. تمام، ولما اجي اطلعه هوريكم اللون اللي انا عايزاه يطلع بيه. عايزه اوريكم البتنجان اهو، خلاص قربت اطلعه، مش شارب زيت ولا اي حاجه زي ما انت شايفه كده اهو، اهو لونه جميل جدا اهو. ابتدي بقى اطلعه واصفيه، وبعد كده اهو تعالوا بقى نشوف بعد ما خلصت الكميه كلها واحنا بنقفل الصينيه بتاعه المسقعه بتاعتنا. تعالوا بقى نشوف مع بعض بعد ما خلص. تعالوا بقى بصوا الصلصه بتاعتي اهي بالشكل ده، اتسبكت زي ما انتم شايفين كده اهو، البتنجان كمان قليناه. يا جيجي ايه يا حبيبي عامل ايه؟ عليكم السلام. الحمد لله، انت عامل ايه، اخبارك ايه؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، متأخرة قوي يعني في الغدا دلوقتي. مفيش، النهاردة بقى اليوم كان زي ما انت كده عارف، زي ما قلت لك رحت الصبح عشان اعمل الورق بتاع مروان عشان مدرسة وكده، فالوقت بقى ما سعفنيش. تعال على فكرة عاملة ايه يعني، عاملة ايه؟ انا بصور. ولا هتأكلني، هتأكلني تصوري؟ معلش. تعالى 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 بقى اقول لك بعمل ايه. تعالى تعالى، شكلك سكتينا بقى قدام جمهورك. تعالى بس بص. ايوه عامله ايه، عامله لك النهارده مسقعه، ما سكتكش ولا حاجه. شكلك كده حلوه يعني.
ان شاء الله تطلع حلوة. بإذن الله. بص انا عملت البطاطس أيوه مكعبات اهي، وعملت البتنجان برضو مكعبات، ودي بقى فصين توم كده اهو متشوحين، قطعت عليهم طماطم، حطيت عليهم شوية طماطم معصورة، وحطيت الفلفل في الطماطم، اتسبكت وهقفلها اهي قدامك في 5 دقايق. الغدا يعني قدام قد ايه؟ بص يعني ما فيش اهو، بص انا جاي قدامك. من الشغل خلاص يعني، المفروض ان انا اكل دلوقتي. بص هنزل اهو، قدامنا قد ايه يعني؟ اهو هنزل اهو بالبطاطس اهو، بقفل الاكل اهو يا جماعه، اعمل ايه اهو، عبال بس ما تغير هدومك هكون ماشي حضرت يا حبيبتي. الغدا على اقول لك طول. ايه؟ ربنا يخليك ما لي يا اقدرش رب. اتكلم. انت عامل ايه النهارده واخبارك ايه؟ الحمد لله، بس تمام. الجو وحش قوي. الجو وحش جدا، ده انا جيت مفرفره، قلت اسرع حاجه ربنا هتسعفني يرحمنا. النهارده المسقعه دي. بصوا بقى، انتوا عايزين تدخلوها الفرن تمام، مش عايزين تدخلوها الفرن هتدوها بس كده ايه، تقليبه كده على النار على البوتاجاز. بصي المكونات خلاص كده كلها بدخلها كده في بعض، ودي المسقعه اللي انا بقول لكم عليها اللي هي بتاعت الايه، بتاعت المحلات تمام. تقدري بقى تقطعي مثلا جنبها بطيخ جو حر، تحطي بقى جنبها مثلا جبنه قريش، اي حاجه من الحاجات دي، بس هي جاهزه كده. هديها بس غلوه واحده على البوتاجاز، انا مش هدخلها على الفرن ولا اي حاجه، هديها غلوه واحده على البوتاجاز وهنقدمها مع بعض ونشوف شكلها بقى عامل ايه. بصوا بقى هي خلصت خلاص، غلوه غلوه واحده بس، ما بتبقاش فيها صوص كتير، لان بتبقى فيها قطع الخضار بتاعك اكتر بكتير، ما بتبقاش الصلصه كتير عشان ما تحميش عليكي. هي دي اللي بتتقدم في المطاعم على طول، اللي هي بتتعمل في المحلات بقى الكبيره بتاعت الفول والطعميه وكده، وفي ناس طبعا بتحبها جدا جدا وما بتعرفش بتتعمل ازاي. تعالوا بقى كده نغرف مع بعض ونقول بسم الله اهي. بتبقى كل حاجة متقطعة كده زي ما انتوا شايفين، بتبقى كل حاجة متقطعة فيها مكعبات، وبتبقى بالتيست ده. ان شاء الله بإذن الله هنعمل برضو مسقعة حلوة قوي هتعجبكم، هنعملها باللحمة المفرومة، هتبقى هايلة وجميلة جدا. وان شاء الله بإذن الله اعمل لكم برضو مسقعة بالبشاميل، جميلة جدا جدا هتعجبكم برضو. تعالوا بقى نقدم الطبق بتاعنا اهو، ادي الطبق بتاعنا بتاع المسقعه الجميل اهو. اي حاجه بقى عندك كده خضره، نزوق بقى طبقنا الجميل ده، لازم يفتح النفس كده اهو ويبقى بالشكل الجميل ده. ويا رب النهارده الحلقه بتاعتي تكون عجبتكم وتكون خفيفه على قلبكم وتكونوا استفدتوا منها، وما تنسوش احلى لايك لاحلى جيجي، والسلام عليكم في فيديو جديد حبايب قلبي جيجي.